اليوم راح نسوي حلا سهل وبسيط. اول شيء نخلط المواد الجافه، طحين وجوز هند، بيكنج بودر وبيكربونات الصودا وقرفه، رشه ملح. نخلط المواد السائله، البيض، السكر والفانيلا، زيت، ضيف خليط الطحين والجزر المبشور ناعم. نوزع كيكه الجزر في القالب وبندخله. الطبقه الثانيه نخلط الحليب، نشا، حليب مكثف، فانيلا. نصب الخليط على الكيكه وندخلها في الثلاجه. نخلط البيكا مع التوفيق.